نرحب بضيوفي عبر سكايب دكتور مصطفى يوسف، الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنموية والاستراتيجية من تورونتو في كندا، ومن العاصمة البريطانية لندن دكتور نهاد اسماعيل الخبير الاقتصادي، ومن السويد دكتور ياسر شلبي الباحث الاقتصادي بجامعة أريبرو عبر الهاتف. مرحب بكما أو مرحب بكم، وأبدأ معك دكتور ياسر بسؤال استفتاء الحلقة. هل في رأيك ساهمت إجراءات تقييد الاستيراد في حصار الدولار كما كانت تريد الحكومة وبالتأكيد البنك المركزي منها ضمن جهود مكتملة في الدولة؟ مرحب بك في البداية. أولا يا مراحب ومرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة، وتحياتي للضيفة العزيز. بالنسبة لموضوع الخطوات اللي عملتها الحكومة دي، بصراحة كلها متخبطة، يعني ما هياش على طريق مستقيم. تقول فهو بياخد قرار ويرجع فيه، او ياخد قرار ونتائجه غير المباشره بتكون عكسيه، ما بتبقاش هي النتائج المطلوبه من القرار اللي هو بياخده. على العموم، اي تدخل من اي حكومه، مش الحكومه المصريه، فأي حاجة في الاقتصاد بيأثر بنتيجة سلبية. يعني المشكلة بقى قدر النتائج السلبية اللي بتاخد نتيجة هذا القرار. بتحصل حاجة اسمها الديد ويت لوس، اللي هو لن الفلوس اللي جاية مثلا بتبقى رايحة لا إما للمستهلك أو للمصنع أو الراجل التاجر اللي بيبيع. فالديد ويت لوس ده بتبقى رايحه في حته ثانيه، بتضيع. يعني لو الحكومه مثلا رفعت ضرائب، بيبقى فيها جزء معين كده، ده لا هو لا رايح لا للحكومه ولا للمستهلك ولا للمستورد او التاجر نفسه. فده بيبوظ الدنيا، يعني قيمه الديد ويت لوس ده هو ده اهم حاجه تقليلها. هو ده بيبقى اهم غرض من اغراض الحكومه لو اتخذت قرار معين. طيب ايه الانعكاسات المباشره نتيجه اجراءات تقييد الاستيراد على قوه وثبات الجنيه؟ ما لا بالعكس، انت ما عملتش التقييد ده لحاجات غير ضروريه، انت عملتها اكروس ذا بورد، عملتها على كل حاجه. يعني عملها للراجل اللي هو بيستورد فوانيس من الصين مثلا، وعملها برضه للراجل اللي بيستورد معدات ثقيله، يعني مثلا واحد عايز يشتري منشار مثلا في ورشه اساس او كده، هو برضه عمل له تقييد ان هو يقدر يستورد حاجه زي كده، بالرغم ان العائد الاقتصادي من المنشار ده للاقتصاد المصري هيبقى اعلى كتير جدا من الراجل اللي بيستورد فوانيس رمضان. فهو ما حددش ايه البضائع اللي هيعمل عليها الكلام ده وايه لا. وبعدين في حاجه بس انا عايز اقولها، الضرائب او الجمارك اسف، هدفها مش ان هو يعمل حصيله عمله صعبه. الجمارك دي يا اما بتقلل من خروج البضاعه اللي عندك من جوه الاقتصاد داخل بلدك، تطلع الاقتصاد العالمي على اساس ان انت تحافظ عليها جوه البلد، تحافظ على سعرها، او تقلل من استيراد الحاجات من بره، مش عشان انت تاخد منها فلوس. نعم، شكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر شلبي الباحث في الاقتصاد بجامعه أريبرو من السويد، شكرا جزيلا لك. اذهب الى كندا في تورونتو مع الدكتور مصطفى يوسف الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنمويه. مرحب بك دكتور مصطفى. تتفق مع ما جاء في هذا الاستفتاء من نسبه الرفض لانه اجراءات تقييد الاستيراد ساهمت في حصار الدولار كما كان ده هدف بتريد الحكومه انها تحققه، طبعا عن طريق قرار البنك المركزي؟ مرحب بك في البدايه. اهلا بحضرتك وبضيوفك الكرام والساده المشاهدين. استاذ محمد مرحبا. الحقيقه يعني زياده سعر الدولار الجمركي هي مقدمات ل يعني كامل التعويم. الصندوق النقد طلب من الحكومه المصريه عشان يفق لها على الازمه الجديده اللي هي الحكومه المصريه بتتخيل ان ده هيؤدي لرفع السقف الائتماني المصري فيقدروا يقترضوا تاني، وده لن يتاتى الا عن مزيد من رفع الدعم والضغط على المواطنين وتسريح عماله
ويعني تخفيض أكثر لقيمة الجنيه أو التعويم الكامل للجنيه، وأن الدولار سعره هيتخطى طبقا لكثير من التقارير هيتخطى 20 جنيه الأيام القليلة القادمة، يعني نتكلم خلال الصيف ده الدولار هيعدي 20 جنيه، في أقوال بتقول أنه ممكن يصل 22 كمان. الحقيقة رفع قيمة الدولار الجمركي أدت لمشاكل كثيرة قوي، أن نستورد أكثر من 3 أرباع ما يؤكل يعني في مصر. الصادرات المصرية معتمدة أساساً على استيراد سلع وسيطة، وإحنا بنستورد هذه السلع الوسيطة، فتصبح الصادرات المصرية أقل جاذبية نتيجة ارتفاع قيمة المدخلات. القرار الآن بي يعني سواء البنك المركزي أو الدائرة المحيطة بالجنرال يعني قرار ده يعني غير مدروس دراسة علمية، لسبب إن هو لا يعني كثيرا دعم الصادرة ولا يعني كثيرا رفع الضغوط عن كاهل المواطنين، رغم إن في أزمتين كبار يعني أزمة الإنفاق العالم عانى من الإنفاق، وبعد كده أزمة التضخم الرهيبة الموجودة اللي بتنبت وجود موجة قوية جدا كسد التضخم، هتكون يعني أزمة عالمية، يعني يقال في كثير من التحليلات تكون شديدة الشبه بالأزمة الكبرى سنة 1929. فالحقيقة ما يعني الجنرال هو المزيد من القروض، يعني رضا صندوق النقد في شركات التصنيف الائتماني عنه حتى يستطيع أن يمر عبر هذه الأزمة. أما هذا القرار قرار الحقيقة بيصب في نفس القاب بتاع وازدياد معدلات القروض، ويزداد أيضا يعني هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يعني ما يقوم به البنك المركزي المجموعة الاقتصادية المحيطة بالإدارة الحالية يعني من 2013 أدت في التسع سنين المتصارعة يعني إلى عزوف مستثمرين الأجانب عن الاستثمار في مصر، إلى مزيد من الضغوط على العملة المحلية وتم تخفيضها أكثر من مرة، يعني حينما قبل الانقلاب كان قيمة الدولار على الجنيه 6.35 قرش، النهارده يعني تضاعف قيمة الدولار 3 مرات، أو النهارده قيمة العملة يعني أقل بثلث. فالحقيقة الموقف كله على بعضه بيخلي التشاؤم يعني حتى النظرة بتاعت مودي نظرة تشاؤمية وسلبية، فنحن أمام يعني سلسلة متتالية من الفشل. لا يعلم إلا الله يعني يعني ماذا سيحدث، هل سيتم يعني التضحية برأس النظام وتغيير شكلي حتى يعني يتم إعادة ترتيب بين الداخل وتظل مصر يعني تدور في نفس الفئة السعودية والإمارات والإسرائيل، ماذا سيحدث يعني دي علم الغيب، ولكن ما نراه من ناحية اقتصادية أننا أمام منظر يعني يعني يسير من فشل إلى أفشل يعني. خلينا ننتقل بالنقطة دي للدكتور نهاد اسماعيل خبير الاقتصاد من لندن. دكتور نهاد، النهاردة البنك المركزي أعلن عن انخفاض تاني للاحتياط النقدي، أين تذهب التدفقات النقدية في حين أن هدف البنك من تقييد الاستيراد أصلا الحفاظ على الدولار الموجود وجذب مزيد من التدفقات النقدية للبنك المركزي؟ حل لنا المعادلة دي. شكرا على الاستضافة وتحياتي مرحبا لك والضيوف الكرام. البنك المركزي من واجباته هو الحفاظ على احتياط النقد الأجنبي وزيادته وليس تخفيضه، لذلك الهدف من تقييد الاستيراد أحد الأهداف هو المحافظة على النقد الأجنبي أو ما يسمى العملة الصعبة. لذلك أين ذهبت الأموال؟ قد هربت إلى استثمارات أخرى في الخارج حيث تجد فرص أفضل للربح في الدول الغربية وربما في الصين وفي الولايات المتحدة. لذلك من المخاوف التي أبدتها الحكومة هو من أن تهرب الأموال والتي تسمى أحياناً أموال ساخنة تذهب إلى بلدان أخرى لتجني أرباح أفضل. ولكن أيضا من أهداف تقييد الاستيراد هو مراقبة والتحكم
بسعر الصرف للعملة المحلية، أي لتفادي انفلات أسعار العملة، لتقييد حركة السوق الموازي، ولذلك وكذلك أيضا عدم استنزاف احتياطات الدولار في البنك المركزي. لذلك هناك عدة أسباب، ولكن أي خطوة يتخذها البنك المركزي أو الحكومة لها سلبيات ولها إيجابيات. لذلك من الإيجابيات هو الحفاظ على رصيد كبير من العملة الأجنبية، ولكن نعرف أنه في فبراير شباط كان مثلا هناك أكثر من 40 مليار دولار عملة صعبة، هبطت إلى 36 مليار في مارس ولا تزال تهبط، وهذا يعكس الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري. بعضها لا يمكن تجنبه مثل إغلاقات الاقتصاد أثناء وباء الكورونا، وكذلك أزمة التوريد، سلاسل التوريد والتصدير والاستيراد والحصول على المواد الأساسية بسبب حرب أوكرانيا، ارتفاع الأسعار بسبب التضخم، مثلا ارتفعت أسعار المستهلك المصري في أبريل حوالي 15% ومرشح للمزيد من الارتفاع. لذلك هناك مخاوف من تضخم الأسعار، تراجع الطلب على السلع، وهذا قد يؤدي بنا إلى ركود اقتصادي. لذلك هناك مخاطر حقيقية موجودة على الساحة المصرية، وعلى الحكومة اتخاذ أي إجراءات تراها مناسبة لتجنب الركود وللحفاظ على مديونية معتدلة وليست مخلطة. زي إيه الإجراءات دي يا دكتور نهاد عشان تحافظ بيها على إنها ما نروحش للركود أكتر من كده أو تضخم أكتر من كده؟ إيه الإجراءات دي؟ مثلا تسهيل المعاملات الاقتصادية بين المستوردين الذين يستوردون مواد خام ومكونات للتصنيع، لأن مصر كان الشعار عام 2017 التصنيع بدل الاستيراد، أي أنك تشجع الصناعة المحلية لكي تنتج وتصدر بدل أن تستورد، تشجع القطاع الزراعي. القطاع الزراعي بسبب بعض التخبطات وبعض الأخطاء فقد عام 2017 مليونين ومئة ألف فدان من أراضي القمح الزراعية، لأن الحكومة رفضت الإعلان عن الأسعار التي تدفعها للمنتجين على المزارعين القمح. لذلك بعضهم تحول إلى زراعة الخضار والفواكه وغيرها، وخسرت مصر 3 ملايين طن من القمح عام 2017، واضطرت لاستيراد النقص من الخارج بالعملة الصعبة. لذلك عليه اتخاذ أولا التشاور، عمل دراسة قبل اتخاذ أي قرار من هذا النوع، وكذلك مشاورة رجال الأعمال غرف التجارة المصانع، وليس اتخاذ إجراءات فقط من تعسفية بدون إنذار مسبق. طيب هل ضمن هذه الإجراءات التعسفية زيادة الرسوم الجمركية؟ خلينا نشوف ده مع الدكتور مصطفى يوسف. دكتور مصطفى، هل الحكومة بتختار الحل الأسهل في أنها تحصل الدولار أو تحافظ على ما لديها أو تزيد التدفقات النقدية من العملات الأجنبية بشكل عام يعني؟ كلام حضرتك ده دقيق جدا يا أستاذ محمد، لأن الحقيقة الحكومة لا يعنيها مطلقا حل الأزمات أو رفع الـ 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 يعني الضغوط عن كاهل المواطن. يعني إضافة للي تفضل به أستاذنا الدكتور نهاد، الحقيقة يعني كان يعني 2012 2013 مصر كانت بدأت حكومة الثورة المنتخبة ديمقراطيا خطة طموحة جدا للاكتفاء الذاتي من القمح. بعد يعني تولي المجلس العسكري والمندوب المجلس العسكري الجنرال السيسي الحكم في مصر بعد انقلاب يوليو 2013،
تم يعني رفض هذه الخطة شكلا وموضوعا، وظهر أكثر من مسؤول في الحكومة التي أتت بعد يوليو 2013 تحاول تبرر للمصريين أن الاكتفاء الذاتي من القمح مضر، وأن مصر ستزرع يعني محاصيل أخرى وما إلى ذلك. ومن ثم بعد كده تم يعني التوقيع على اتفاقية على المبادئ في مارس 2015 والتفريط في مياه النيل وتقلص المساحة المزروعة والتفريط في الأمن القومي المصري من ناحية المياه ومن ناحية محصول استراتيجي أساسي زي القمح. الحقيقة يعني إحنا يعني بنشوف إن أول قرار كان طلع، وأظن كان يعني حضرتك يعني كان لي الشرف أن تضيف عند حضرتك هنا لما تكلمنا، لما محافظ البنك المركزي طارق عامر قام بطلب أن هو يحصل كافة قيم الاعتمادات المستندية وقت توقيع الاتفاقيات. يعني كان دايما الناس متعودة تدفع حوالي الربع أو الخمس من 20-25%، ثم بعد بيع هذه البضائع يتم تحصيل الباقي. أنك تجبر صغار المستوردين أو صغار التجار والشركات المتوسطة والصغيرة دفع القيمة كاملة مقدما، بعد كده أنك بتدمر الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة، وده معناه تدمير كامل للاقتصاد. طيب اسمح لي يا دكتور مقاطعة صغيرة في النقطة دي، لأنه إحنا عندنا قواعد أو إجراءات لتقييد الاستيراد وتعليمات كمان غير رسمية، لكن في استثناء للشركات الأجنبية من القيود أصلا الرسمية. إلى أي مدى ده فاد الاقتصاد الوطني أو حتى الصناعة أو المستوردين حتى الكبار منهم؟ لا حضرتك ما أستاذ محمد، ما هو أصل الاقتصاد والسياسة ولاد عم. ما هو مين الشركات الأجنبية؟ هم الإماراتيين والسعوديين وشركات مرتبطة بالكيان الصهيوني، ودول الداعمين الأساسيين للانقلاب. يعني هو النهاردة ثلاث دول دول دور عليهم في أي استثناء أو إعفاء هتلاقيهم موجودين، لأن هم اللي بيسندوا هذا النظام الموجود. هذا النظام قمعي سلطوي موجود بدعم مباشر يعني من الإمارات والسعودية وإسرائيل. فدايما القرارات الاقتصادية لإما بتبيع شركات لمستثمرين إماراتيين سلاش سعوديين، أو مرتبطين بشكل أو بآخر بمستثمرين إسرائيليين، أو بيلفوا في فلك الصهيونية العالمية. فدايما الاستثناءات بتتم لمصالح هذه الدول. يعني اتفاقية استيراد الغاز اللي خدوا من إسرائيل، لكن إحنا جبنا جول، أنا فاكر قال جبنا جول في هذه الاتفاقية، تنازل عن حقول الغاز، بيع الموانئ، الشركات الأسمدة، الشركات الناجحة زي سي اي بي وثوري وما إلى ذلك للإماراتيين، وتسهيلات كثيرة جدا جدا في القطاع العقاري لمستثمرين سعوديين، استيلاء الإمارات بشكل شبه كامل على القطاع الطبي والصحي والتعليمي في مصر حتى يتم تشكيل وعي ووجدان المواطن المصري طبقا لرؤية الإمارات في المنطقة، على أساس أنها بتقود المنطقة هي وإسرائيل ومن وراء السفارة هي والسعودية ومن وراء السفارة الإسرائيلية. فكل الاستثناءات دي بتتعمل لمصالح هؤلاء الناس، لكن هل أنت تعمل لمصلحة المواطن المصري أو المستثمر المصري أو الصانع المصري؟ يعني دايما الدول اللي هي تقدمت وصلت دول متقدمة زي كندا، هنا الولايات المتحدة، شركات في أوروبا، اليابان، حتى الصين، بتلاقي الاقتصاديات دي قائمة على الشركات المتوسطة والصغيرة. أنت ما بتدعمش هؤلاء الناس ولا تقرهم أصلا. أنت عندك يعني حتى الشركات اللي بتنجح زي جهينة ومن على شاكلتها بيتم إما التأمين أو الاستيلاء أو العصف والاعتقال يعني وسرقة أموال هؤلاء المستثمرين. ولذلك ترى حضرتك أن كل التقارير اللي بتصدر من كل المؤسسات الدولية بتقول أن صافي الاستثمارات الأجنبية اللي هو بيقوم عليه يعني عماد أي اقتصاد بيقوم على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الصين، أمريكا، الاتحاد الأوروبي، كندا، في صف استثمارات أجنبية بيزيد، وده اللي بيظبط الفجوة ما بين الإيرادات والمصروفات، العجوزات الموجودة، تمويل خطط التنمية بيكون في عجوزات، دي بتتحل عن طريق الاستثمارات الأجنبية اللي هي بتؤدي كمان لخلق المزيد والمزيد من فرص العمل. إحنا عندنا ماشيين بالعكس، إحنا بنعمل قرارات لمصالح مستثمرين بعينهم وبنأذي المستثمر المحلي ولا نشجع المستثمر الأجنبي. فهذا القرار الذي تم الحقيقة مؤذي للغاية للمستثمر الصغير والشركات المتوسطة. طيب، لكن يا دكتور على ذكر حضرتك للاستثمارات، فإحنا شفنا على مدار الشهرين اللي فاتوا حضرتك كنت معايا في حلقة ناقشنا فيها إنه الاستثمارات ربما وصلت لـ20 مليار ما بين صندوق سيادة أو استثمارات عامة، قطر، السعودية،
الإمارات. خلينا نناقش النقطة دي مع الدكتور نهاد في سياق أنه هذه الأموال أين ذهبت، في حين أنه البنك المركزي النهاردة في تقريره قبل شوية بيتكلم على انخفاض بمليار يمكن و600 مليون دولار، بالإضافة لانخفاض الشهر اللي فات برضه في قرار معلن على موقعه بأربع مليار. راحت فين التدفقات الأجنبية الجديدة، وإزاي برغم أن هذه الدخول بهذه الأحجام برضه بينخفض الاحتياط النقدي؟ الاستثمارات الخليجية هي في الاستحواذ شركات مصرية ناجحة قائمة تدر أرباحا وليست لمشاريع تبدأ من الأرض والأساس والبناء وتجهيز مصانع أو أراضي زراعية. الاستثمارات ركزت على شركات ومرافق اقتصادية ناجحة ومعظمها تمتلكها الحكومة. لذا من المنطق أن تذهب الأموال لخزينة الدولة، وإذا كانت تمتلكها شركة عامة ولديها مساهمين ومدرجة على البورصة ستذهب الأموال للمستثمرين، وكل مساهم يقبض جزء يعادل حصته في تلك الشركة. لذلك من المنطق أن تكون الأموال موجودة ويجب استعمالها في استثمارات جديدة أو في إنفاق حكومي على الخدمات العامة أو مشاريع إنتاجية. المشكلة في الاستثمار إذا لم يكن استثمار إنتاجي يخلق وظائف جديدة يؤدي إلى يرفع وتيرة التصدير للخارج، فهل هو استثمار مجدي إيجابي حقيقي؟ هنا السؤال. ولكن جذب الاستثمار أحد الأدوات الهامة للتنمية الاقتصادية الداخلية ولجذب خبرات جديدة من الشركات المستثمرة من الخارج ولخلق مناخ استثماري يشجع دول أخرى على الاستثمار في مصر، لأن مصر فيها فرص كثيرة، 100 مليون نسمة مستهلك وفيها أراضي زراعية وفيها مناطق بحرية وفيها طاقة وغاز ونفط، لذلك وقطاع سياحي ضخم أيضا إذا تم استثماره جيدا. الفرص ممتازة جدا للمستثمر، ولكن إدارة الاستثمارات وتوجيهها هي النقطة التي يوجد عليها بعض الإشكالات بحاجة إلى حل وبحاجة إلى إعادة هيكلة وإعادة النظر في الأولويات في هذا أو المجال. أن تشملها حتى القرارات الرسمية أو التعليمات غير الرسمية، باعتبار أن احنا دلوقتي بقينا ماشيين في إطار تعليمات غير رسمية وقرارات بنشوفها منشورة على المواقع الرسمية سواء لمجلس الوزراء أو للبنك المركزي. خلونا نشوف هذا العرض الإخباري عن تأثير القرارات المختلفة أو المتضاربة من الحكومة سواء من مجلس الوزراء أو من البنك المركزي، ونرجع نكمل. طيب دكتور نهاد، في إطار أنه عندنا اعتمادات مستندية تم إلغائها بعد إقرارها يمكن بحوالي شهر ونص، هل ده يعد أمر إيجابي وفي أي خانة أو في أي مصلحة يصب للمستوردين؟ نعم، يجب التمييز بين أوراق التحصيل
وأوراق والاعتمادات البنكية المستندية. أوراق التحصيل هي حسب اتفاق بين المستورد والمورد، المستورد في مصر والمورد الموجود ربما يكون في الصين أو يكون في أوروبا. أوراق التحصيل ليست شديدة الشروط، بل ربما يدفع المستورد المصري جزء من القيمة ربما مقدما، ويدفع الباقي ربما عند وصول البضائع إلى مصر أو أحيانا بعد بيعها. هذا حسب الاتفاق، ينطبق على الشركات الصغيرة والمستورد الذي ليس لديه المال الكافي ليدفع مقدما، وهذا طبعا يساعد الشركات الصغيرة والمستورد الصغير، ولكن وهذا طبعا لاستيرادات محدودة القيمة ربما عدة آلاف دولار هنا وهناك، ولكن عندما يكون الاستيراد مثلا لمئة سيارة أو لطائرة أو لمواد تقدر قيمتها بمئات الألوف الدولارات أو الملايين، الاعتماد البنكي هو الوسيلة الأفضل، لأنه يضمن حقوق المستورد وحقوق البائع. المستورد يدفع مقدما القيمة ويدفع عمولة للبنك طبعا، وهذا مكلف له. البنك يقوم بدور الوسيط بين المستورد الموجود في الإسكندرية أو القاهرة أو أينما كان في مصر، وبين بنك المورد الموجود ربما في فرانكفورت أو في لندن أو في باريس. البنك لا يدفع المال للمورد إلا بعد أن يقدم إثباتات قانونية، أوراق شحن أنه تم شحن البضاعة على سفينة معينة، وهناك شهادات منشأ وتأمين وغيرها، كلها تقدم للبنك حسب الاعتماد البنكي. الاعتماد البنكي يضع الشروط، وإذا تم تلبية هذا الشروط يتم الدفع للمورد المبلغ بأكمله، ربما يخصم عمولة معينة. هذا أسلوب مضمون متعارف عليه دوليا منذ قرنين حتى، ولكن المشكلة للمستورد المصري أنه مكلف، يضطر إلى عثور على المال حالا ليدفعه للبنك ويدفع العمولة وينتظر وصول البضاعة. لذلك الفرق بينه وبين هذا الأسلوب وبين أوراق التحصيل هي التسهيلات التي يحصل عليها المستورد من أوراق التحصيل، لأنه يكون لديه علاقة ربما تاريخية قوية مع المورد ويثقون ببعض، والمورد يرسل أوراق مثل فواتير ويقول أنه شحن المواد. في النهاية أصبحت البنوك هي من تحكم هذه الثقة بين المستورد والمصدر. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور نهاد إسماعيل، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن خبير الاقتصادي. بروح لتورنتو مع الدكتور مصطفى. طالما أنه إيجابي إلغاء الاعتمادات المستندية، طب ليه فرضناها أصلا؟ ليه الحكومة فرضتها أو البنك المركزي فرضها؟ لمزيد من التحكم. يعني هو الـ 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 يعني الدور السلطوية بشكل عام، أولا البنك المركزي غير مستقل في مصر، يعني القرارات كلها تصدر من دائرة ضيقة جدا محيطة بالرئيس أيًا كان، يعني من أيام انقلاب 52 عبد الناصر، السادات، مبارك، السيسي، أيًا كان. والبنك المركزي ما هو إلا يعني شوية موظفين بياخدوا تعليمات وينفذوها. فرضية الاعتمادات المستندية، يعني طرق الاستيراد موجودة في العالم كله ومعروفة، ما في يعني أنت النهاردة يعني علاقة كل مستورد مع كل مصدر له من دولة أخرى علاقة تحكمها مستندات وعلاقات بنكية. أما الطريقة التي توجد الآن في مصر ما هي إلا وضع المزيد من الرقابة والضغوط والتحكم على المستوردين. يعني بس الحقيقة أستاذ محمد، لو يعني في نقطة صغيرة، يعني إحنا دلوقتي أمام مشهد في غاية الغرابة. يعني لو ظل الوضع على ما هو عليه، الصناعات الصغيرة والمتوسطة ستنهار في مصر نتيجة الضغوط. الحرب الروسية الأوكرانية الحقيقة التداعيات بتاعتها أصبحت أخطر بكتير مما كنا نتوقع في بدايات الحرب. توقع الجميع أن لا تستمر هذه الحرب إلا بضعة أسابيع ويتم يعني التوافق ما بين بوتين والغرب، لكن للأسف الشديد الموضوع أصبح مؤذي للغاية، والذي يدفع الثمن هو الشركات المتوسطة والصغيرة والدول الفقيرة والاقتصادات الهشة اللي مصر الحقيقة تعتبر من ضمنها.
فالإدارة للمشهد الاقتصادي بهذا الشكل الحقيقة يعني بتعطينا يعني 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 جرس إنذار بأن الوضع سيزداد سوءا، وأن الوضع الاقتصادي سيزداد قتامة، والدولار سعره يعني سيزداد، الجنيه سعره سينهار أكثر وأكثر، والذي سيدفع الثمن المواطن الفقير والطبقة الوسطى والشركات المتوسطة والصغيرة. طيب هو بيقول برضو ان احنا عندنا اجراءات دلوقتي بتتخذ باعتبار ان هي تؤنجة للصناعة، بالذات الصناعة المتوسطة او الصغيرة، منها الغاء الاعتمادات المستندية بهذا الشكل. هل ده بالفعل بيمثل تؤنجة، ولا في تؤنجة اخر الحكومة ما راحتش له من اجراءات مفروض تعمل ايه يعني؟ طوق النجاة يا استاذ محمد يكمن في يعني الحقيقة التوقف عن الهدر والانفاق السفهي. تعال حضرتك يعني نحلم سويا مع المشاهد يعني انه لم يتم اهدار اكثر من 10 مليار دولار في تفريعه قناه السويس، لم يتم اهدار اكثر من 50 مليار دولار في يعني العاصمه الاداريه الجديده، لم يتم اهدار العشرات من المليارات بالبنيات المصريه في القصور الرئاسيه والطائرات الرئاسيه والمؤتمرات الفنكوشيه ما بين مؤتمرات الشباب ويعني موكب المومياوات وما الى ذلك، وتم انفاق كل هذه الاموال على دعم الصناعات الصغيره والمتوسطه، تم انفاق كل هذه الاموال على القطاع الصحي، على القطاع التعليمي، على اهلنا الفقراء والبسطاء في مطروح وفي الصعيد وفي اقاصي الدلتا، يعني كل هذه الامور لو تم انفاق هذه الاموال على دعم المزارع وعلى الاكتفاء الذاتي من القمح لم نكن لنعاني اصلا من هذه الأزمات، كان المواطن والاقتصاد سيكون محصنا ضد هذه الأزمات، لكن يتم يعني يتم التبجح بقطار كهربائي وإنفاق سفهي، ثم الآن يعني نقول أن هناك أزمة عالمية والجميع يعاني منها، لن يعاني إلا من هو يعني لديه سفه في الإنفاق وفساد غير مسبوق تتحدث عنه كافة الوكالات الدولية. أنا أذكر أستاذ محمد مع حضرتك من أكثر من سنتين اتكلمنا بعد استقالة بيني جولدر على المعونات والأموال التي تعطى لدول العالم الثالث، وهذه القروض التي يتم إساءة استخدامها وتزداد ثروات المتنفذين في هذه البلدان. يعني هذا هو الأمر الحقيقي الذي يمثل طوق نجاة. طيب خلينا نشرك معنا هاشم الفحماوي اللي بينضم لنا من العاصمة الأردنية عمان، خبير الاقتصادي. مرحب بك هاشم. في إجابتك على استفتاء الحالة قلت لا، التخبط في اتخاذ القرار الصائب هو وراء ارتفاع أصلا سعر الدولار، وإحنا بنتكلم في السؤال على حصار الدولار. فالسؤال، هل ساهمت إجراءات تقييد الاستيراد فعلا في حصار الدولار، ولا في ارتفاع سعر الدولار في الأسواق المصرية زي ما بتقول في إجابتك على الاستفتاء؟ مرحب بك في البداية. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله، حيا الله ضيوفك الكرام. بالنسبة ذكرت على الاستفتاء هو في ارتفاع الدولار حقيقة في التخبطات أو التخبط في اتخاذ القرارات الحقيقية. لن أطيل الموضوع، لكن سوف نعود لعام 2016 من شهر أكتوبر عندما تم، انظر إلى هذه النقطة الرئيسية، تم إغلاق 48 شركة إصرافة في عام 2016 قرار البنك المركزي بسبب تلاعبهم بأسعار الصرف بالسوق السوداء. والبنك المركزي اتهم هذه الشركات الإصرافة بالتلاعب بأسعار الصرف من 12.60 إلى 13.5، وتم إغلاق هذه الشركات. من ثم بدأ الدولار بالارتفاع بعد 2016 من شهر أكتوبر، بعد ثم بدأ الدولار بالصعود الجنوني بدون توقف. هنا النقطة أيضا الثانية الرئيسية، تكلموا عن حصر الاستيراد، أنه راح يحصرون الاستيراد بالنسبة للدولار حتى يستطيع أن يوفروا الدولار. لم يستطيع البنك المركزي أن يوفر الدولار بطريقة بناءة أو بطريقة عملية، لأنه هنالك خطأ فادح وخطأ حقيقي أستاذ محي، وهذا الخطأ الذي تكلمت عنه سابقا. عندما تعلن أنت أو تقدم مشروع التعويم الحر وأنت ليس لديك آلية وليس لديك احتياط نقدي عالي، هنا كانت الكارثة الحقيقية على أسعار الصرف بالنسبة للجنيه المصري. كان في هذيك الأوان كان الرئيس المحافظ البنك المركزي المصري كان الأستاذ الدكتور هشام رامز، وهشام رامز لما عندما قام بالإعلان عن التعويم بنسبة 10 قروش كان هو الرجل الصحيح، كان القرار الصحيح، لكن قرار البنك المركزي كان طارق عامر للأسف الشديد كان قرار خاطئ. هذه القرارات الخاطئة للأسف الشديد تم جمعها في صندوق حقيقي، وهذه القرارات
هي التي تسببت في فجوة وشح وقضاء في أسعار الصرف بالنسبة للجنيه المصري أمام الدولار، وأيضا بالنسبة لتآكل بعض المؤشرات الاقتصادية في السوق المصري. أيضا هنالك النقطة الثالثة التي سوف أذكرها أيضا، عندما يتكلمون فتح الاستيراد أو إعادة المجال للاستيراد بصورة طبيعية، هل يعقل أنت تقفل الاستيراد على بعض الشركات أو بعض المصانع بعد وثم تأتي تفتح أو تعطي المجال لهذه الشركات والمصانع بعد ارتفاع السلع بنسبة 50-70%؟ ماذا قدم؟ هنا أنت وجدت شرخ حقيقي، هنا أنت رفعت نسبة البطالة حقيقة، رفعت نسبة البطالة، اضطرت بعض المصانع أن تستغني عن الأيدي العامل التي لديها، مما وجدت شرخ حقيقي في هذه القرارات أو التخبط في اتخاذ القرارات الاداريه او القرارات التي لا تصب. احنا هاشم قدام قرار ثاني هو رفع الدولار الجمركي، يمكن دي المره الثانيه اللي رفع عدد الدولار، هل هذا بيدفع الاقتصاد الى الانكماش؟ رفع الدولار الجمركي قد يؤدي الى انكماش حقيقه ايضا، حتى نهايه في عام 2022 ليس هنالك مؤشرات اقتصاديه حقيقيه، دائما الانسان يتكلم المنطق ولا غير المنطق ولا يزيد اكثر من كلام. حقيقة الاقتصاد المصري حاليا يعاني، أو هنالك خلل حقيقي في المنظومة الاقتصادية أستاذ محيف. بالنسبة لمصر، مصر بحاجة إلى رجل اقتصادي أو وزير اقتصاد أو رئيس حكومة اقتصادية أو تكوين لجنة اقتصادية حقيقية حتى تستطيع أن تخرج من هذا الوحل. حاليا الاقتصاد المصري غرق في هذا الوحل، وليس هنالك شخص يستطيع إنقاذ هذا الاقتصاد من الغرق في الوحل. أيضا في نقطة مهمة أستاذ محي، إذا أنت تكلمنا عن الدولار الجمركي وتكلمنا عن عدة بيانات أو عدة مؤشرات اقتصادية، هل يعقل أنا أضع الرجل الفاشل في المكان وأنا أعرف هذا الرجل فشل ولم يحقق أي شيء؟ لماذا إبقاء هذا الرجل في مركز؟ هنا النقطة المهمة، كما حصل في منظومة أسواق المال، انظر ماذا يحصل في البورصة المصرية. البورصة المصرية انهارت، أسعار البورصة المصرية أصبحت في انهيار حقيقي. اليوم اي جي اكس تحت ال 30، والدولار عند تقريبا عند 18.65. إذا المنظومة المالية الحقيقية هي بحاجة لإعادة هيكلة حقيقية وإسراف. طيب أنا سأعود إليك في مسألة البدائل الحقيقية، وكمان أسمع رأي الدكتور مصطفى في رفع سعر الدولار الجمركي، ولكن خلينا نشوف هذا العرض الإخباري عن الدولار الجمركي ونرجع للدكتور مصطفى على طول. دقيقة لو سمحت، الدولار الجمركي ارتفاعه أدى الانكماش فعلا في الاقتصاد المصري ولا تأثيره مش بهذه الدرجة؟ نعم سيؤدي الانكماش. التويتة بتاعت الباشمهندس حسام محرر دقيقة للغاية، أنصح الشباب الأستاذ المشاهدين يرجعوها، إن هو لخص كل حاجة، خاصة يعني التخبط في السياسات. الأصل هو أن يتم وجود خطط تنمويه حقيقيه ترتبط بكافه يعني القطاعات الاخرى مثل التعليم والتاهيل المهني، لكي يتم زياده الصادرات واحلالها محل الواردات، وان تكون هناك اراده سياسيه لكي يتم زياده تدفقات النقد الاجنبي للبلد عن طريق الصادرات والاستثمارات الاجنبيه، وتقليل يعني التدفقات الخارجيه من عن طريق الاستيراد. شكرا. النقد الاجنبي. شكرا جزيلا دكتور مصطفى يوسف، الباحث في الاقتصاد السياسي ومدير المركز الدولي للدراسات التنمية والاستراتيجية، كنت معي من تورنتو ومن العاصمة الأردنية عمان، هشام الفحماوي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لكما، تقبلوا تحياتي محمد محي الدين، السلام عليكم ورحمة الله.